الميساج تاع جمهور الترجي كان واضح اللي ما فماش استسلام في الترجي، ما فماش استسلام في الكرة. فما 90 دقيقة باش نعملوا كل اللي علينا باش نحاولوا نفرحوا الجمهور اللي جا وتعب وعنده أمال كبيرة فينا. إن شاء الله يا ربي غدوة وقت المباراة المجموعة كل تكون حاضرة ونوريو شنو الترجي نجم يعمل إن شاء الله. تصور الرسالة من العباد الكل اللي في الكورة، فما ربح وخسارة. خسرنا شوط في تونس، مازال شوط ثاني في مصر. ما علينا، كان نعملوا اللي علينا باش نفرحوا جمهورنا ونرجعوا اعتبار الترجي إن شاء الله.